بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل محبي ومتابعي موقع مشروح في حلقة جديدة من حلقات الموقع. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعلم كيف يمكننا التحكم في إعدادات الروجستري أو سجل النظام وبالضبط في مفاتيح الروجستري. فهناك عدة برمجيات خبيثة مثل الزيرو أكسس وأشباهها التي تعمل على التلاعب في إعدادات الروجستري وبالتالي تمنعك من تعديل أي مفتاح أو إدخال أي قيم في سجل النظام. برمجية الزيرو أكسس سبق وأشرت إليها في تدوينة سابقة بالأمس فقط كما تلاحظون في هذه التدوينة هنا. يمكنك مشاهدة والاطلاع ولمعرفة المزيد عن هذه البرمجيات الخبيثة. إذا نرى مثال على الحالة التي نتكلم عنها والمنع الذي يحصل في بعض الأحيان وعدم تمكننا من تعديل بعض قيم الروجستري. فقط نذهب إلى قائمة ابدأ. بالمناسبة يمكنك أيضا تحويل قائمة ابدأ الخاصة بك للحصول على قائمة ابدأ على هذا الشكل، قائمة ابدأ مميزة كما تلاحظون. سنرى إن شاء الله في آخر الحلقة كيف يمكنك الحصول على قائمة ابدأ شبيهة بهاته. إذا مباشرة بعد الذهاب إلى قائمة ابدأ نأتي إلى خانة البحث هنا ثم نكتب ريج إيديت لنذهب إلى سجل النظام ثم هذا هو نضغط عليه. إذا كما تلاحظون هذا سجل النظام تم فتحه. نذهب إلى الـ HK Local Machine ثم نذهب إلى Software ثم بعد ذلك أذهب إلى مايكروسوفت ثم نختار إحدى القيم لنرى المثال وبأنه لا يمكن تعديل بعض القيم. مثلا نذهب إلى Windows Defender هنا ثم أذهب إلى Signature Updates ضغط عليه ثم نأتي إلى هنا. لاحظوا عندما أرغب مثلا في إضافة مفتاح جديد بعد الضغط على New أو Nouveau بالفرنسية نختار كلي أو بالإنجليزية كي. كما تلاحظون هنا ظهور رسالة المنع وبأنه لا يمكنني أن أضيف مفتاح جديد. أيضا عند محاولة إدخال قيمة جديدة Valor Binaire كما تلاحظون أيضا رسالة المنع ولا يمكنني إدخال القيم الجديدة. إذا لحل هذا المشكل سوف نحتاج إلى برنامج Reg Ownership EX يمكن تحميله من هذا الموقع winilo.com. رابط تحميل البرنامج كالعادة تجده في التدوين على موقع مشروح. يكفي الضغط على اسم البرنامج ليأخذك إلى صفحة التحميل، والرابط المؤدي إلى التدوين تجده في وصف الحلقة على اليوتيوب. هذا هو شكل البرنامج كما تلاحظون، وهنا فيديوهات لشرح البرنامج. ننزل نحن إلى الأسفل، نضغط هنا على Download Reg Ownership X أو EX ثم ننزل قليلا إلى الأسفل ونضغط على داونلود. إذا كما تلاحظون هذا هو الملف. حجم البرنامج فقط حوالي نصف ميجا بايت، صغير للغاية. نضغط على داونلود وقد تم تحميل الملف كما تلاحظون. إذا نقوم بفك الضغط عن البرنامج، فقط نقف عليه هكذا بزلف الأيمن ثم نختار برنامج فك الضغط. في حالتي استخدم 7-Zip، يمكنك استخدام الويرار أو الزيب أو غيره من البرامج. ثم نضغط على Extract Here. فكما تلاحظون يعطينا ثلاث ملفات. هذا الملف يمكنك مسحه WinIRO، فقط نقوم بمسحه هكذا. نبقي على الملفين، هذا الملف خاص بأصحاب الويندوز 7 وهذا لأصحاب الويندوز 8. نقوم في حالتي أشتغل الآن على الويندوز 7، أقوم بفتح الملف ثم بعد ذلك تختار نسختك أو النواة. إن كانت نسخة 64 تختار 64، إن كنت تشتغل على نواة 32 تختار 86، هي نفسها نسخة 32 كما هو معلوم. إذا هذا هو البرنامج كما تلاحظون Reg Ownership X، نضغط عليه. إذا نضغط على I agree وهذا هو برنامجنا كما تلاحظون. يمكنك تغيير اللغة بالضغط على أيقونة Settings هنا ثم تختار اللغة. هو يدعم أيضا اللغة العربية كما تلاحظون، تجد أيضا هنا Arabic يمكنك اختيارها بطبيعة الحال ثم تضغط على Close. إذا نرى كيف يمكننا فتح الملف الذي لم نتمكن من تعديله سابقا وتعديله
باستعمال هذا البرنامج نضغط على براوز ثم نذهب إلى نفس المكان HK Local Machine ثم إلى Software بعد ذلك أذهب إلى مايكروسوفت ثم إلى الويندوز ديفندر هذا هو ثم إلى Signature Updates كما تلاحظون نقوم بالضغط عليها ثم أضغط على Select بعد ذلك أضغط على Open in Register Editor وكما تلاحظون قام بفتح نفس المكان Signature Updates هذه هي نقوم بالذهاب إلى هنا نفس المكان ثم نضغط على زر الفأرة الأيمن ثم نوفو ثم كلي أو نيو كي كما تلاحظون لا زال الأمر ممنوعا إذن نضغط هنا على تيك أو نرشيب في البرنامج كما تلاحظون تم فتح القفل أصبح مفتوحا ثم ظهور كلمة يس أمام الفول أكسس نضغط على زر الفأرة الأيمن ثم نضغط على نوفو أو نيو ثم كلي وكما تلاحظون صار بإمكاني إضافة مفتاح جديد إذن أقوم بإزالة هذا المفتاح أيضا يمكنني الآن إضافة قيمة جديدة أضغط على نوفو أو نيو ثم أختار فالور بينير ثم أضغط عليها كما تلاحظون صار بإمكاني إضافة أي قيمة أشاء ولإعادة الروجستري إلى الحالة التي كان عليها تضغط هنا على Restore Ownership ثم تقوم بالتأشير على الكي الذي اخترته Microsoft Windows Defender Signature Updates كما تلاحظون نفس المسار ثم نضغط على Restore Ownership تم إغلاقه بالقفل كما تلاحظون وأمام الفول أكسس أصارت No ولو ذهبنا إلى نفس المكان لن نستطيع التعديل كما تلاحظون نضغط على نوفو مرة أخرى ثم كلي وعاد المنع من جديد إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الحصرية على موقع مشروح أما بخصوص الإضافة التي سبق ورأيناها لتغيير قائمة إبدأ والحصول على قائمة إبدأ على هذا الشكل المتميز فقط اذهب إلى موقع مشروح ثم في خانة البحث هنا قم بكتابة قائمة إبدأ كما تلاحظون معي ثم اضغط على بحث هنا إذن كما تلاحظون هذه هي الحلقة إضافة قائمة إبدأ مميزة إلى الويندوز 7 والويندوز 8 شرح برنامج تصميم ريفايفل يمكنك بطبيعة الحال مشاهدتها وللمزيد من الحلقات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح كما لا تنسى الاشتراك في قناتي مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتتوصل بجديد القناتين في حينه وأدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وجوجل بلس كما أسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب إلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.